مشاهدينا خلينا نطلع لفاصل بعدها نرجع معكم بآخر طيب قبل الفاصل خلينا نطلع لفقرة المطبخ من إعداد الزميلة شريهان مرجي والشيف معين الصيام. خلينا نشوف شو حضروا لنا. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، معكم الشيف معين الصيام من فندق 7th ستار الدوار السابع. حابب أقدم لكم طبق من أطباقنا الشهي البسيط الرائع، أرجو أن ينال إعجابكم. الطبق نحكي عن الطبق اسمه ومكوناته، الطبق اللي هو سباجيتي آليو أوليو بالبرونشينو اللي هو بالإيطالي الآليو اللي هو الثوم، البوبرونشينو اللي هي الشطة الحمراء الناشفة، والبقدونس فلفل أحمر، سباجيتي مسلوق سلقناه عشان نكسب وقت في الحلقة، في عنا زيت زيتون، في عنا نص كوب من الماء ورشة ملح وفلفل أبيض. متعارف عليه هذا الصحن سباجيتي ألا أولو، وهو بالأصل إيطالي آليو أولو بوبرونشينو. طبعا اليوم انا الي اضافات والي لمسات عليه، من اهم الاضافات اللي بحب احطها عليه اللي هي البندوره المجففه اللي هي توميتو ساندراي توميتو، وبحب احط لكم كمان في جرجير. طبعا في ناس بترغب الجرجير، الجرجير بتعطي كثير نكهه حلوه، في ناس بترغب اوراق السبانخ، انا بفضل مع جرجير. فخلينا نشوف كيف طريقه العمل. طريقه العمل طبعا قلايه بنحميها على النار عشان نكسب وقت، منحط زيت الزيتون، طبعا هي اسمها آليو أوليو، الأوليو اللي هو زيت الزيتون، وبوبرونشينو منشوف انه حطينا الشطة بالتدريج عشان الزيت يكسب حرارة. بعدين منحط البقدونس. طبعا هذا الطبق كتير لذيذ، كتير بيسألوني عنه، فعشان هيك حبينا نسوي انا وياكم على طريقتنا. فرمنا البقدونس فرمة ناعمة. طبعا بهذا الوقت احنا بنشوف انه بنحط البقدونس وبنشوف انه بدأ ياخذ نكهة الفلفل الاحمر الشطة الحمراء، وبعدين باخذ نكهة البقدونس، بعدين بنحط فلفل احمر، ممكن نحط كمان فلفل احمر حار حسب النكهة، بس انا حبيت انه حطينا الشطة، بتوقع انه بكفي إلا اللي بيحبوا ياكلوا الحار. طبعا بهذه الطريقة يعني ريحتها بتشهي، بنصح الكل يسويها لأنه وصفة سريعة وسهلة. حطينا طبعا بنحط ساندراي توميتو اللي هو البندورة الجافة، بنحطها قطع، طبعا كتير كتير بتعطي نكهة. في ناس بتحط بصل، في ناس بتحط تشيري توميتو فريش، طبعا هي أذواق وحسب الرغبة. بنلاحظ انه قطعنا البندورة الجافة بهاي الطريقة، وبنكسب كمان زيت البندورة عشان النكهة بتعطي كتير كتير نكهة رائعة. وزي ما حكينا انه وصفاتنا كلها صحية خفيفة لطيفة رائعة. منشوف انه منحط هلأ المعكرونة. طبعا طريقة سلق المعكرونة، ماء بغلي، حطينا معلقة ملح، حطينا معلقة الملح في النهاية عشان لو حطيناها بالبداية بتأخر غليان الماء، فلما غلي الماء حطينا معلقة الملح، حطينا سباجيتي زي ما هو ما قطعناه ولا كسرناه حطيناه، وبعد دقيقتين بدا يطرف فحركناه بمعلقه خشب عشان ما يتكسر، لانه حلو يكون زي ما احنا شايفين كله كامل. بنحط طبعا سباجيتي تبعنا، يعني كثير كثير الرائحه حلوه. ضل علينا نحط الثوم المقطع الى حلقات بهاي الطريقة. طبعا أنا بنصح الكل يعمله لأنه فعلا إنه رائحة حلوة وطريقة سهلة. طبعا بالنسبة للطليان بحبوا ياكلوه
بالصيف بارد وبالشتاء ساخن، يعني طبق محير. كل التوم اللي حطيناه رايح يتحمص ورايحين نشوف انه بعطي نكهة رائعة جدا. هاي الطبق من اسهل واشهر الاطباق الايطالية اللي كتير كتير رائعة وبنصح الكل يسويها. طبعا حطينا الماء على اطراف زي ما احنا شايفين، بنتركها تتطبخ بهاي الطريقة. طبعا كل المقادير يعني كتير كتير رائحة حلوة، كتير كتير بنصح الكل يسويها. وإحنا بنعرف إنه منضيف أوراق الجرجير أو أوراق السبانخ في النهاية. أنا بنصح الكل يعملها، طبق سهل خفيف سريع لطيف. بالصيف بتاكل بارد وبالشتاء بتاكل ساخن. حطينا طبعا الماء، حطينا طبعا الماء عشان يتطبخ كله مع بعض. رائحة رائعة جدا. نتركه بضع دقائق الماء يجف، بعدين بنحط اوراق اوراق الجرجير او السبانخ زي ما اتفقنا. ان شاء الله انه وصفتنا تنول اعجابكم، وصفة سريعة خفيفة. بنشوف طعم الاسباجيتي معه جرجير، معه فليفلة حمراء، معه توم، بطعم زيت الزيتون، كلها يعني كلها من اطيب الاكلات اللي عندنا. طبعا باقي عندنا رشة ملح. باقي عندنا طبعا الفلفل الابيض، رشه صغيره بنعطيه. ونشوف انه الرائحه بدات تطلع كثير كثير طيبه. بنشوف انه الماء بدا يتجفف. يا عيني طبعا لفيتها بهذا الشكل عشان لما الواحد ياكلها بيكون اسهل له بالشوكه وبالسكين، لانه احنا عارفين انه تركناها طويله على الطريقه الايطاليه. شايفين ما اروع هذا الطبق، سهل سريع رائع جدا. بنحط شويه صوص. ألف صحة وعافية مشاهدينا الكرام، بتمنى أنه وصفتنا اللطيفة السريعة نالت إعجابكم، وألف صحة وعافية وشكرا لكم. وبنرجع على برنامج حديث اليوم.